وننتقل إلى أخبار الاقتصاد. أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية، والبداية مع العناوين. مصرف سوريا المركزي 9200 ليرة للدولار الواحد، سعر صرف الليرة مقابل الدولار للحوالات والصرافة. ستون فرصة استثمار سورية معروضة أمام رجال الأعمال العمانيين، تشمل القطاعات التنموية كافة. أهلا بكم. حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة ب 9200 ليرة للدولار الواحد. ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي، تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو ب 10150.36 ليرة سورية لليورو الواحد. وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية. أوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية عبد الرزاق قاسم أن إعادة تقييم أصول الشركات يحقق إظهار الواقع المالي الحقيقي للشركات التي ما زالت أصولها مقومة على سعر صرف 50 ليرة عند إحداث الشركة أو شرائها. وبيّن قاسم لقناة سما عبر برنامج المنصة الاقتصادية أنه يتم حاليا صرف الالتزامات المالية بالقيم السائدة الحالية، وهو ما أحدث خللا وحالة عدم توازن في القوائم المالية لهذه الشركات، إضافة إلى أن إعادة تقييم الأصول يسهم في تحفيز تحول الشركات المتضررة إلى شركات مساهمة. وعن بدء التوجه والتطبيق لإعادة تقييم أصول الشركات، بيّن أنه سيكون متاحاً مع صدور التعليمات التنفيذية التي يتم العمل عليها حالياً. قدم مديان دياب المدير العام لهيئة الاستثمار السورية عرضاً ترويجياً أمام ملتقى رجال الأعمال السوري العماني الذي يقام حالياً في العاصمة العمانية مسقط. وبيّن دياب أن العرض تضمن فرصاً استثمارية جاهزة ومحددة المواقع ومجهزة الموافقات والتراخيص ومدعومة بحوافز وتسهيلات عامة وخاصة لتسريع تحويلها إلى مشاريع، بحيث توائم اهتمامات شرائح عدة من المستثمرين تضم 60 فرصة موزعة على 8 محافظات، تشمل فرصا استثمارية في قطاعات الصناعة التحويلية والاستخراجية، قطاع توليد الكهرباء، قطاع الزراعة وتربية الحيوان، قطاع السياحة، كما تشمل مواد ترويجية لقانون الاستثمار رقم 18 الذي تضمن حوافز ومزايا مقدمة للمشاريع المختلفة. بحث أحمد صالح إبراهيم رئيس الاتحاد العام للفلاحين والوفد المرافق أوجه التعاون الثنائي بين الاتحاد العام للفلاحين في سوريا والشركات الإيرانية وكيفية سد الاحتياجات السورية من منتجات هذه الشركات. وطلع إبراهيم والوفد المرافق خلال زيارته لطهران في جولة قام بها إلى شركة تراكتور سازاي الإيرانية لصناعة الجرارات الزراعية وشركة نوسازاي لإنتاج المعدات وقطع الغيار على الإنتاج والمواصفات الفنية وكيفية الاستفادة من الإمكانيات الموجودة فيها بما يتناسب والسوق السورية والقطاع الزراعي السوري. تركزت مباحثات وزير النقل المهندس زهير خزيم مع النائب الأول لرئيس جمهورية القرم غوردين سيرجي نيكولافيتش والوفد المرافق حول علاقات التعاون الثنائي وأوجه تطويرها ومتابعة ما تم التوصل إليه في الاجتماعات واللقاءات السابقة والبناء عليها.
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري والجوي، وتأكيده على استكمال لقاءات الفرق الفنية بين الجانبين لتذليل الصعوبات وخلق مناخات إيجابية تعزز فرص التعاون بالاستفادة من الموقع المميز الذي يمتلكانه على البحرين الأسود والمتوسط، بما يصب في مصلحة البلدين الصديقين. بحث الدكتور نصر الدين العبيد المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد، والمهندس علاء الدين طاهر نجم المستشار في وزارة الموارد المائية العراقية والوفد العلمي والفني المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين للاستفادة من تجربة أكساد في مجال تنمية وإدارة الموارد المائية، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون المشترك بين أكساد ودولة العراق. وأوضح الدكتور العبيد أن منظمة أكساد تولي اهتماما كبيرا بإدارة الموارد المائية في الدول العربية وتنميتها، كما أسهمت في وضع الاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة 2010-2030 وخطتها التنفيذية التي كلفه بها المجلس الوزاري العربي للمياه. لابد لنا بناء على إعلان القاهرة للتكيف مع التغيرات المناخية والحد منها من خلال رفع كفاءة الري. هذه الدراسة التي أنجزها أكساد ومن ضمنها العراق، بأن هناك خسارة أكثر من 100 مليار متر مكعب من المياه سنويا، وبالتالي إذا استطعنا أن نرشد استعمالات المياه خاصة في قطاع الزراعة. بالتأكيد لا شك ولا ريب الاعتماد على النتائج العلمية الفنية والبحوث الرصينة اللي تقوم بها منظمة أكساد راح يأهلنا ويمكننا من أنه نعبر المنطقة ونوفر المياه في الصالحة للزراعة بشكل أفضل، بشكل مقنن، بشكل يعني ابتعاد عن الضائعات، وحتى نأمن هذا الموضوع الغذائي، المستلزمات الغذائية للمواطن في العراق. فعلنا مذكرة التفاهم بزيارة فريق أكساد السابقة في شاركتهم بمؤتمر بغداد المياه مع معالي الوزير عون ذياب. الآن قدومنا إلى منظمة أكساد تفعيل هاي المذكرة، هناك بعض المشاريع كما ذكرها في كلمة السيد المستشار رئيس الوفد، بناء موديلات رياضية، تدريب الكوادر، تغذية الخزانات الجوفية في طرق عديدة. عالميا ارتفع مؤشر بورصة موسكو إلى أعلى مستوى له في أكثر من عام في وقت تستمر به روسيا بسياساتها الاقتصادية لتوسيع دائرة التعاون مع الدول الصديقة لها، في ظل التضخم الحاصل في العالم الذي بدأت تظهر نتائجه بتغيرات في مواقف الحلفاء. يتكيف الاقتصاد الروسي مع ما يدور حوله وضده من مجريات اقتصادية عالمية تعكس زيادة الاهتمام الدولي به رغم جميع محاولات العزل الغربية، وهو ما أكدته توقعات تجاوز التجارة المتبادلة بين روسيا والصين مستوى 200 مليار دولار بنهاية العام ومستوى 11 مليار دولار مع دول مجلس التعاون الخليجي. رغم الظروف الجيوسياسية الصعبة نجحنا في الحفاظ على اتجاه إيجابي في التجارة المتبادلة مع دول الخليج. سنواصل بيع الحبوب ومستعدون لتلبية جميع احتياجات شركائنا العرب. موسكو من خلال علاقاتها مع دول الخليج تسعى لجعلها بوابة تصدير نحو آسيا وأفريقيا التي تؤكد أنها لا تسعى لمنافسة مع الصين فيها، في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة التي فرضتها الحرب الأوكرانية الضارة النافعة. فقد تأثرت بعض الإمدادات العسكرية للهند سلبا بعد أزمة كييف، ما دفع نيو دلهي لتنويع وارداتها لتصل نسبة روسية الصنع منها في الهند 65%، لتسجل واشنطن خسارة جديدة أمام موسكو. ارتفاع مؤشر الأسهم الروسية إلى أعلى مستوى في أكثر من عام كان واضحا في بورصة موسكو في ظل التضخم العالمي الذي تسارع في أكبر اقتصاد أوروبي تدفعه أسعار المواد الغذائية بأرض دويشة.
بعد تخلي الأمم المتحدة عن تنفيذ الجانب الروسي من مبادرة البحر الأسود، لتظهر التغيرات جلية على الخريطة الاقتصادية بعد تحول صناديق التحوط إلى السوق الأوروبية وخفض رهاناتها على الأسهم الأمريكية. يبدو أن ثقة شركاء واشنطن الغربيين بها بدأت تنهار مع ظهور معالم التكيف الروسي. يتوقع صندوق النقد الدولي نموا عالميا يبلغ حوالي 3% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب تصريحات لمديرة الصندوق، والتوقعات الجديدة هي أقل بكثير من المتوسطات التاريخية البالغة حوالي 3.8%، مما قد يزيد من الضغوط على تدفقات رأس المال. إن الحكومات لا سيما في الأسواق الناشئة ستحتاج إلى تشديد السياسة المالية لإبقاء الديون تحت السيطرة ولكبح التضخم المرتفع. في الدول النامية سيواجهون أيضا مزيدا من التشديد في الأوضاع المالية مع استمرار التضخم، وقد يكون هناك تأثير على تدفقات رأس المال. ختام الاقتصادية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.